السلام عليكم، هذا فيديو جديد لمريض عمره 79 سنة وعنده زي ما نشوف هذا النمو على الجلد، هذه يقولون بالانجليزي سكين تاجز. طبعا أي حاجة بتكون في تغير في اللون زي هذا اللي قدامنا، فهذه بتكون يعني نشك أنها فيها سرطان جلد، فالأحسن أن احنا نعالجها. تتعالج بطريقتين، يا اما احنا نستعمله اللي هو الدواء، نوع من الدواء الموضعي باش يقتل او ينقص في حجمها، او اذا كان ما ينفعش فازاله جراحيه. طبعا في حاجه، ان لو تخيلنا ان في خط بين اذن المريض وبين الحافه بتاع الفم، فاي نمو جلدي فوق الخط هذا بيكون في احتمال كبير انه يكون سرطان جلد، بداية المريض اللي يكون كبير في السن. وزي ما قلنا اذا كان في تغير في اللون، طبعا الدواء اللي نستعمله فيه احنا في الحالة هذه اسمه هيستفريز. هذا هو الهيستفريز، يجي بالشكل هذا ومعه نشافة او ابليكيتر، فراح يساعد في ان نعالجه النمو الجلدي فقط، مش يعني كافة الوجه. فمجرد يعني بالشكل هذا هذه هي، بس هذا العلاج. وبعدين نفس الشيء التانيات، هذا هو العلاج. فتلاحظ الدواء على الوجه، ونطلب من المريض يجي بعد اسبوع ونشوف اذا كان فيه تحسن والا لا. انا عاده نعالج المريض مرتين ثلاثه، اذا كان ما فيش تحسن ففي الحاله هذه نضطر ان نديره ازاله جراحيه. شكرا.